للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتفنا الريحانيه المحلل السوري العسكري والسياسي الاستاذ اديب العلوي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. اليوم اردوغان في كلمته قال ان القوات التركيه ستستمر بتطهير المناطق الحدوديه من المنظمات الارهابيه وعوده ملايين اللاجئين السوريين الى الاراضي السوريه، هل يعني ذلك ان القوات التركيه ستبقى في سوريا؟ تحيه لكم، تحيه لمشاهديكم الكرام. حقيقه تصريح الرئيس اردوغان لا يعني ان هناك ستبقى يعني القوات الجيش التركي في داخل سوريا، بل هو دخوله اصلا جاء عبر يعني دعني اقول التفاوض على معاهده اضنا من عام 1998 التي ابرمت مع حافظ اسد، التي يقتضي من خلالها دخول الجيش التركي لمحاربه الارهاب داخل سوريا. وبالتالي دخول اردوغان، وتم تصريحات عديده للعديد من المسؤولين الاتراك بان الدخول هو دخول فقط لمحاربه الارهاب وب يعني فتره قصيره، اضافه الى ذلك لمسافه ايضا محدوده لا تتعدى 30 كيلومتر. ولذلك لا اعتقد ان الجيش التركي سيبقى الا ان الحملات الارهابيه الانفصاليه المتواجده في هذه المنطقه، والتي هي حقيقه حسب يعني الامم المتحده وحتى اوروبا وامريكا مصنفه على لوائح الارهاب الدولي. نعم، يعني الرئيس التركي تحدث عن عوده 3.5 مليون سوري الى الاراضي السوريه في الفترة المقبلة، هل هذه الفترة من الممكن أن تكون بعد انتهاء عملية غصن الزيتون، أم أن هناك فترة مقبلة ستشهد عودة كثير من السوريين ولكن بعد تحقيق شيء معين في سوريا؟ نحن لو عدنا قليلا بالذاكرة إلى عملية درع الفرات التي قام بها جيش الحر مع الجيش التركي أيضا، كان هناك تحرير لمنطقة واسعة تمتد من طرابلس الى اعجاز. هذه المنطقه التي تم تحريرها الحقيقه من خلالها دخلت يعني عادت الكثير من اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا الى الداخل السوري، كون هذه المناطق اصبحت محرره واصبحت شبه امنه. وبالتالي اذا ما تحررت عفرين وما حولها والمناطق التي كانت تحتلها عصابات القسد والبيده، يمكن من خلالها ان يعود الكثير من السوريين، وهذا يعني اعتقد انها حاله ايجابيه اذا ما تم تحقيق كمنطقه امنه اخرى في هذه المنطقه. نعم، الحديث عن تصليح امريكا للميليشيا الكرديه، نذهب به الى ملف عفرين الذي تصدر جدول اعمال اللقاء الثنائي الذي جمع جاوش اوغلو وريكس تيلرسون، هل تتوقع هناك تغيير في الموقف الامريكي تجاه عمليه عفرين؟ اعتقد ان يعني الموقف الامريكي كان واضحا منذ البدايه بغض النظر عن ما قاله تيلرسون في الاونه الاخيره، يعني عندما قال يعني قالوا بان عفرين هي ليست من المناطق التي تخضع لمسانده التحالف الدولي، هذه نقطه. النقطه الثانيه يعني هناك تصريح امريكي ايضا يعني يلفت الانتباه، وهو ان اي تحرك للقوات المتواجده في شرق الفرات باتجاه عفرين هذا يعني قطع الدعم عن قوات البيادة المتواجدة في شرق الفرات، وبالتالي هنا هذا تحذير آخر يعني. والنقطة الأخرى هو ما قيل عن تيلرسون وغير تيلرسون بأن يعني القيادة أو الإدارة الأمريكية تقدر المخاوف التي يعني تعاني منها حقيقة تركيا وأمنها القومي مهدد، وبالتالي هي تقدر ذلك، ويعني بمعنى هذا ضوء أخضر والسماح للقوات التركيه بهذه العمليه الجراحيه التي نستطيع ان نقول بانها القضاء او طرد البيدي من قرب الحدود التركيه. تحدثنا عن نهايه عمليه غصن الزيتون كما هي هو الحال في عمليه درع الفرات، كانت عمليه درع الفرات من الممكن ان تكون الحاله الاخيره او الدخول الاخير التركي الى الاراضي السوريه، عمليه غصن الزيتون عمليه جديده، هل ستكون اخر العمليات التركيه برايك في الاراضي السوريه اذا ما حققت الاهداف التي تصبو اليها تركيا؟ لا اعتقد انها ستكون المرحله الاخيره، لان الحدود التركيه و يعني السوريه مهدده وهي تمتد الى 900 كيلومتر، وبالتالي انا اقول ان عمليه عفرين وغصن الزيتون هي احدى المراحل، يعني مرحله جديده، ولكن اعتقد ان سيكون هناك مراحل اخرى تمتد الى منبج، واعتقد الى ما بعد منبج. الاستاذ اديب العليوي الكاتب والمحلل العسكري والسياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.